السلام عليكم، أهلا بكم في ورشة تعريفية عن البرمجة من شبكة تعليم التفاعلية. ستكون هذه الجلسة لتعريف مفاهيم أساسية في البرمجة، وسنتحدث عن النقاط الأساسية. شرح مبسط لبنية الحاسب، علاقة البرمجة بالحاسب، وسنتحدث عن أجيال لغات البرمجة. لمعرفة معنى لغة برمجة علينا أن نعود بالزمن إلى الوراء. مصطلح اللغة، نعلم أن اللغة هي وسيلة التواصل والتفاهم بين البشر. أيضاً لغة البرمجة هي وسيلة لجعل الحاسب يفهم طلبات الإنسان، لذلك علينا أن نفهم كيف يعمل الحاسب. سنأخذ مثال مبسط، دائرة الضوء. عندما يكون القاطع مغلق سيمر التيار، وبالتالي الضوء يعمل، وسنعبر عن هذه الحالة برقم واحد. عندما يكون القاطع مفتوح لن يمر التيار، وبالتالي لن يعمل الضوء، وسنعبر عن هذه الحالة برقم صفر. بشكل مشابه إلى حد ما، فإن ما يفهمه الحاسوب هو أصفار وواحدة، إما يعمل أو لا يعمل. لنأخذ مثالا أقرب، هذا المثال هو عبارة عن دائرة جامع لعددين، سيكون S هو الناتج. عندما نريد تفعيل الدائرة يكفي إعطائها واحد حتى تعمل. هذا الشكل هو عبارة عن مخطط صندوقي لدائرة الجامع. إذا ما أخذناه بشكله المنطقي سيكون عبارة عن مجموعة من البوابات المنطقية يكفي أن تقدح حتى تعمل. عملية القدح تتم بعمل واحد منطقي. لنتخيل الآن بنية الحاسب، دائرة للجمع، دائرة للطرح، ودائرة للضرب، وأخرى للقسمة. كل منها تحتاج إما واحد أو صفر لتعمل. في أي لغة برمجة عندما نكتب إشارة الجمع فإننا نفعل الدائرة المسؤولة عن الجمع، وعندما نكتب طرح فإننا نفعل الدائرة المسؤولة عن الطرح. إذن لغة البرمجة هي أن نكتب بطريقة نفهمها، ولتكن بعض الكلمات باللغة الإنجليزية ليفهمها الحاسب على أشكال أصفار وواحدات، والتي أساساً تكون للتحكم بدائرة الحاسب كما ذكرنا سابقاً من عمليات حسابية وما يلحق ذلك من عمليات تخزين في الذاكرة واسترجاع منها. سنتحدث عن أجيال لغات البرمجة. لم تكن اللغات في جيلها الأول كما هو الحال الآن، بل أخذت وقتاً طويلاً حتى تطورت وأخذت شكلها الحالي. في البداية كان على الإنسان أن يكتب أصفار وواحدة، وكان عليه أن يلم بكل كبيرة وصغيرة في بنيان الحاسب حتى يعلم تماماً ما هي الدارات التي سيطفئها وما هي الدارات التي سيجعلها تعمل، وسميت هذه اللغة بلغة الآلي. بسبب الصعوبة البالغة في تلك اللغة قام بعض العلماء بمحاولة لاختصار التعليمات، فمثلاً كان حرف الـ L يعبر عن التخزين عملية الاسترجاع، وحرف الـ A يعبر عن الجمع. وهناك ذاكرة بسيطة تعمل على مقابلة التعليمات بسلاسل الأصفار والواحدة، وسميت هذه اللغة الشهيرة بلغة التجميع أو لغة Assembly. كان ذلك تطوراً بالغاً، إلا أنه كان يعاني الكثير من المشاكل لكل حاسب بنيته التي تختلف عن الحواسيب، أي ترتيب الدارات وتكوينها، لذلك تختلف سلاسل الأصفار والواحدات من تعليمة لأخرى، فالكود الذي يعمل على حاسب لن يعمل على حاسب آخر. ومن هنا جاء الجيل الثالث المنتظر، تم تطوير ما يسمى المترجم أو الكومبايلر. يكفي أن نكتب بلغة قريبة من لغتنا، ويقوم المترجم كما يفعل أي قاموس بترجمة هذه التعليمات إلى سلاسل الأصفار والواحدات التي يفهمها الحاسب، وبالتالي التعديل على العدد. والفكرة الأساسية هي أن البرمجة هي تحكم بالدارات التي ضمن الحاسب لتعطينا النتيجة المرادة. أحد اللغات في هذا الجيل هي لغة سي. نلاحظ أننا نكتب بلغة أقرب إلى اللغة الإنجليزية، فبرنت هي تعليمة الطباعة. سيقوم المترجم بترجمتها إلى ملف تنفيذي أو ثنائي يتألف من واحدات وأصفار بلاحقة execute. تنقسم لغات هذا الجيل إلى بنيوية وغرضية التوجه. البنيوية مثل لغة سي. حتى نعلم الفرق سنقوم بأخذ مثال. لدينا شخصية كرتونية دوغ. نلاحظ أن لدينا مجموعة من الأفعال التي تستطيع هذه الشخصية القيام بها مثل الجري والكتابة، وأن لديها بعض السمات مثل اللون الأصفر. إن اللغات البنيوية لا ترى إلا الأفعال، أي أنها لا ترى السمات. سنسمي مجموعة الأفعال التي يقوم بها الشيء بالفونكشن، ومجموعة السمات التي يمتلكها بالأتريبيوت. بالنسبة للنوع الثاني من اللغات
هو اللغات كائنية المنحة أو Object Oriented Programming. في هذه اللغات سيتم ترجمة أي شيء على أنه غرض، وستأخذ الأفعال والسمات بعين الاعتبار. لنأخذ المثال التالي، لدينا شخصيتين Dog وShib. Dog لديه الأفعال التالية Can Roy and Can Run، ولديه سمات Is Yellow. اللغات الكائنية المنحة تستطيع أن ترى كل من الأفعال والسمات. أيضا تسمح بخاصية هامة وهي خاصية الوراثة. نلاحظ أن كل من شيب ودوغ ينتميان إلى صف وهو الأنيمال. سنحاول شرح بشكل موسع عن Object Oriented من خلال هذا الحدث. من لغات الغرضية التوجه لدينا الجافا والسي شارب. أما بالنسبة للغات الجيل الرابع، في هذا الجيل ظهرت اللغات اللا إجرائية، أي أن المبرمج يخبر الحاسب بطلبه فقط، والحاسب يعلم الدارات التي سيفعلها. ومن أمثلة هذا الجيل هو لغة MySQL. لنفهم أكثر عن هذه اللغة سنأخذ مثال مبسط، قواعد المعطيات. ستكون مفاهيم جديدة ولكنها سهلة. كما نرى في المثال، لدينا مجموعة من الحواسيب الشخصية وآلات أخرى على شكل خزائن. هذه الآلات تسمى حواسيب أو مخدمات. هذه الحواسيب ليس لها شاشات أو لوحة مفاتيح، لأن وظيفتها الأساسية هي تخزين المعلومات وليس التفاعل مع المستخدم. أي أن قاعدة المعطيات أو قواعد البيانات هي عبارة عن الجداول المستخدمة لتخزين المعلومات، وتوضع هذه الجداول على المخدمات. يعتبر برنامج الإكسل مثال آخر ممكن من قاعدة المعطيات. قاعدة المعطيات تتعامل مع لغات الـ SQL التي تعتبر أحد اللغات الطلبية أو الاستعلامية، حيث أننا نقوم بتوجيه مجموعة من الأوامر للحاسب كتخزين المعلومات واسترجاعها. بالنسبة للغات الجيل الخامس، تم البدء بتطوير اللغات القريبة من اللغات المحكية مثل البرولوج، والتي تستخدم في تطوير الذكاء الصنعي. انتهت جلستنا لهذا اليوم. نتمنى أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم. نرجو أن تطرحوا أسئلتكم عبر الإيفنتس، وبالنسبة للأفكار التفصيلية سنطرحها بشكل مفصل عبر الإيفنتس. السلام عليكم ورحمة الله.